على الحب والود يتجدد اللقاء مع حضراتكم بمجموعة من الأخبار والأحداث الاقتصادية الهامة في سوريا، ونبدأها اليوم الجمعة 5 إبريل 2024 مع سوق الصرف والذي شهد فيه الدولار استقرار في عموم المدن والمحافظات، في حين ارتفعت فيه أسعار عدد من العملات الأجنبية والعربية. وعلى صعيد أهم الأخبار، عضو بمجلس الشعب يتحدث عن ضرورة تعديل قيمة التعويض العائلي وإعادة النظر فيه، كما تحدث أيضا عن تأثير زيادة أسعار الطاقة الكهربائية على المواطنين في الفترة الأخيرة. والذهب يتراجع في سوريا بعد تسجيله أرقام قياسية خلال الأيام الماضية. كل ده وبالتفصيل هنعرفه مع بعض من خلال الحلقة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا حسين علي بتكلم في الذهب والدولار والعملات. اللي بيشوفني لأول مرة يعمل اشتراك ومتابعة علشان يوصله كل جديد بنقدمه، ويضغط لايك ويعمل شير للفيديو علشان يوصل لغيره ويعم الخير. هنبدأ جولتنا لاستعراض أسعار صرف الدولار وعدد من العملات الأجنبية والعربية أمام الليرتين السورية واللبنانية. بس قبل عرض الأسعار ما ننساش نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في البداية، ففيها الخير والبركة. ويلا بينا نبدأ. أهلا بيكم. شهدت سوق الصرف في سوريا استقرار واضح للدولار الأمريكي أمام الليرة، في حين سجلت أسعار بعض العملات العربية والأجنبية ارتفاع جديد. وبالنسبة لسعر الدولار في السوق الرسمية، سجل في نشرة الحوالات والصرافة التي تصدر عن مصرف سوريا المركزي 13400 ليرة، وفي نشرة المصارف التي تصدر عن البنوك سجل الدولار 12500 ليرة. أما عن أهم الأخبار الاقتصادية في سوريا، عضو بمجلس الشعب يتحدث عن ضرورة تعديل قيمة التعويض العائلي وإعادة النظر فيه، كما تحدث أيضا عن تأثير زيادة أسعار الطاقة الكهربائية على المواطنين في الفترة الأخيرة. وفي التفاصيل، قال محمد زهير تناوي عضو لجنة الموازنة والحسابات بمجلس الشعب السوري إن زيادة الأجور والرواتب لا تتم عبر المجلس ولكن من خلال وزارة المالية، وذلك ردا على كثير من تساؤلات المواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة حول إمكانية زيادة الرواتب والأجور. أضاف عضو لجنة الموازنة والحسابات أنه عادة يتم تغطية أي زيادة على الرواتب والأجور من موارد الخزينة، وذلك إما عبر تحريك أسعار حوامل الطاقة أو الضرائب، حيث تشكل الضرائب حاليا المصدر الأكبر لخزينة الدولة في ظل الظروف التي تعيشها البلاد. وأشار إلى أنه من الضروري تعديل التعويض العائلي وإعادة النظر فيه كذلك، فهو لا يزال حتى اليوم 3500 ليرة للزوجة الواحدة و1500 ليرة عن الولد الأول و1000 ليرة عن الولد الثاني و750 ليرة عن الولد الثالث. وفيما يتعلق بتأثير زيادة أسعار الطاقة الكهربائية التي طبقت بداية من 1 مارس الماضي وانعكاسها على الفواتير في هذا الشهر، قال زهير تينوي إن تحريك أسعار الطاقة سينعكس بشكل مباشر على أسعار السلع في الأسواق وسيقع الضرر الأكبر على المستهلك، وأضاف أن الراتب كله يحتاج إلى إعادة النظر حتى يتوافق مع الاحتياجات اليومية للعاملين. وعلى صعيد أسعار السلع وتأثير الغلاء عليها، نشرت صحيفة محلية تقرير بعنوان أسعار ملابس الأطفال تحرمهم من فرحة العيد، ما يشير إلى حالة الغلاء الصعبة التي يعيشها المواطنين في ظل دخل وراتب متدني. ورغم ذلك فإن المواطنين لديهم آمال بعودة الحبيبة سوريا لما كانت عليه من قبل، الهلال الخصيب الذي يربط بين الشرق والغرب. وأكررها وأقولها في كل حلقة إن حييت، بلادك حياتك وشرفك، إن بقيت بقيت أنت وذكرت، وإن فنيت وانكسرت تشردت أنت بين الدول، فالتاريخ إما يذكرك بأفعالك الوطنية المشرفة أو ينساك للأبد. وبالنسبة لأسعار صرف الدولار في عدد من المدن والمحافظات السورية خلال تعاملات اليوم الجمعة، سجل الدولار في دمشق 14000 ليرة للبيع و13850 ليرة للشراء، وسجل الدولار في حلب 14000 ليرة للبيع و13850 ليرة للشراء، وسجل الدولار في إدلب 13850 ليرة للبيع و13750 ليرة للشراء، وسجل الدولار في الحسكة 14150 ليرة للبيع و14050 ليرة للشراء، وسجل الدولار في منبج 14050 ليرة للبيع و14000 ليرة للشراء، وسجل الدولار في الرقة 14000 ليرة للبيع و13950 ليرة للشراء. أما فيما يتعلق بأسعار صرف عدد من العملات الأجنبية والعربية أمام الليرة السورية خلال تعاملات اليوم، سجل اليورو 15221 ليرة للبيع 15053 ليرة للشراء، وسجل الدولار الكندي 10383 ليرة للبيع
و10264 ليرة للشراء، وسجل الجنيه الاسترليني 17748 ليرة للبيع و17548 ليرة للشراء، وسجل الدولار الاسترالي 9262 ليرة للبيع و9148 ليرة للشراء، وسجلت الليرة التركية 439 ليرة للبيع و432 ليرة للشراء، وسجل الريال السعودي 3739 ليرة للبيع و3696 ليرة للشراء، وسجل الدينار الكويتي 45557 ليرة للبيع و45043 ليرة للشراء، وسجل الدرهم الإماراتي 3815 ليرة للبيع و3771 ليرة للشراء، وسجل الريال القطري 3847 ليرة للبيع و3803 ليرة للشراء، وسجل الدينار الأردني 19783 ليرة للبيع و19563 ليرة للشراء، وسجل الدينار العراقي 10704 ليرة للبيع و10590 ليرة للشراء، وسجل الجنيه المصري 295 ليرة للبيع و290 ليرة للشراء. وبالنسبة لأسعار الذهب في الداخل السوري خلال تعاملات اليوم الجمعة، سجل جرام الذهب عيار 24 مليون و34 ألف ليرة، وسجل جرام الذهب عيار 22 950 ألف ليرة، وسجل جرام الذهب عيار 21 908 ألف ليرة، وسجل جرام الذهب عيار 18 779 ألف ليرة، وسجلت أونصة الذهب 2292 دولار فاصل 66 سنت، وسجلت ليرة الذهب 7,237,000 ألف ليرة سورية اللي بتساوي 516 دولار فاصل 98 سنت، وسجلت أونصة الفضة 378,903 ليرة سورية اللي بتساوي 27 دولار فاصل 6 سنت، وسجل جرام الفضة في سوريا 12,183 ليرة. نكمل جولتنا لاستعراض أسعار صرف الدولار وعدد من العملات الأجنبية والعربية أمام الليرتين السورية واللبنانية، واللي وصلنا فيها لأسعار صرف الدولار في لبنان، واللي سجل في البنك المركزي اللبناني 15,000 ليرة، وما زال سعره مستقر في السوق السوداء في لبنان عند مستويات 90,000 ليرة للبيع و89,000 ليرة للشراء. دي كانت جولتنا لاستعراض أسعار صرف الدولار وعدد من العملات الأجنبية والعربية أمام الليرتين السورية واللبنانية. لو وصلك الفيديو ما توقفوش عندك علشان غيرك يعرف الأسعار ويعرف تحديثاتها أول بأول، تابعني ودعمني، أنا حسين علي هقدم لك كل جديد في عالم الدولار وعالم الذهب. دمتم في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.